تشاهدون في الأسبوع القادم النصف النهائي من هذا الموسم الثالث. المتنافسين الربع عندهم مغامرة جديدة وين لازم عليهم يكونوا في المستوى اللي اشترطوا الحكام وفي مستوى تطلعات ان غران شيف من المعهد الفرنسي بول بوكوز. موضوع التحدي الأول يتطلب إتقان كبير للتقنيات وبزاف من الدقة لأنه لازم عليهم يعودوا تحضير الطبق وتحلية خاصة بالمطبخ الفرنسي المتميز. منافسة قوية رح تجمع بين زوج متنافسين خلال التحدي الثالث والأخير باش نعرفوا شكون هو المتنافس اللي راح يتأهل للنهائي في هذا الموسم. بغيتوا تمشوا للفينال ولا لا؟ تشاهدون ماستر شيف الجزائر كل يوم خميس على الساعة 9 مساء على قناة الشروق تيفي.